لكن من أصل يما الهم كوان نحكي الكمالية يلي وحدة يشهد عليا حضور جميل ما نكذبش عليكم نكون يعني صريحة معكم كنت متخوفة بزاف لأن تقريبا من قبل من البانداميك يعني ما عملتش نشاط بحال هكذا كبير فما كذبش عليكم كنت متخوفة والمجموعة ديالي كلها والناس عارفين بأنني يعني خايفة من هذا الرجوع من هذا لكن كنت فاجئ بأن الأمور كانت رائعة جدا والإحساس ديالي تغير يعني بمجرد ما غنيت الأغنية الثانية في الريبرتوار ديالي حسيت براسي مرتاحة حسيت براسي بين الأهل ديالي وهادشي اللي كاين يعني ما كنظن أن كان غياب المجموعة ديال الفنانين ماشي غير أنا هذيك الفترة ديال البانديميك كانت قتلت بزاف ديال نقول نشاطات ثقافية وأنا من بين الناس اللي تخلوا بهذا المفهوم يعني عشت تقريبا واحد الفترة طويلة بوحدي في أمريكا غير مع الحيوانات ديالي قبيلة نسكت كنتكلم على هذه المسألة فكانت صعيبة وما صعيباش ما نقولش أنا يعني الوحيدة اللي حسيت بهذا بالأذى اللي جانا من البانديميك بل كنظن أن الناس كلها يعني كسوا في الوسط الفني أو غير ذلك الناس كلها تعادات أنا ما عنديش مشكل يعني مني كتكون واحد دعوة كلبي الدعوة يعني بمجرد ما كنت وصل بها وما كان حد شروط كبيرة بحال أنا كنت كلم وليت يعني لأن عزيز علي نتواصل مع الجمهور ديالي عزيز علي نتواصل مع المغاربة عزيز علي نعرف رأيهم فيا نبغي نتواصل حتى مع الصحافة المغربية اللي مالا يعني في هذا الصدد عندي نشاطات اللي غادي إن شاء الله نقوم بها وكنرحب بأي نشاط ثقافي أغلبية الناس اللي متبعين يعني المسار ديالي الفني طلبوا مني إعادة الريبرتوار القديم هذا ما كيمنعش أن ما عنديش الجديد كاين الجديد ربما نخرج الجديد مع قطع اللي غتعاد يعني بشكل جديد او لربما يعني نخدم الريبيرتوار القديم ونخلي الجديد من بعد هذا قرار يعني اللي خاصو يتناقش مي اغلب المتتبعين ديالي مازال عايشين بلا نوستالجيا الريبيرتوار القديم شوف انا واحد الانسانه اللي كنبغي كره كنبغيها ولعبتها وانا صغيره فمشجع على الرياضة يعني على جميع المستويات ونبغي نقول بأن صراحة تغيرت حتى النظرة ديالي لكرة القدم بحيث أن الوليدات ديالنا ولاو كيعطيونا من خلال الكرة كيف ما أنا عطيت من خلال الفن واحد صورة فنية واحد رسالة اللي كان آمن بها دي فالور اللي كان آمن بهم وحاولت ما أمكن نعطيهم في رسائل ديالي في الأغاني ديالي فكنشوف الوليدات ديالنا ما شاء الله تاهما كيعطيو رسائل من خلال كرة القدم فكرة القدم ما بقاتش لعبة ولات شي حاجة أكبر من ذلك ولات فيها هوية ولات فيها اعتزاز بالمغربية ديالنا ولات فيها طموحات كبيرة ولات فيها تحديات كبيرة فشيء يفرح البلد هو خصنا تنقول كتقول واحد المثلة غادي نكون فريمون تلقائية في المسألة اللي تلفيش الأرض وانا كيبان لي في المغرب راه الناس سالفه خاصها تشد الأرض شوية وتشوف الأمور يعني بجدية يعني ونتجاوزوا الأشياء اللي كتخرب البلد ديالنا فكنشوف بزاف ديال الأشياء الساقطة اللي ولات تدعم فهمتي وتشجع وحنا بغينا واحد الجيل يطلع نظيف في الأذن ديالو في العين اللي كيشوف اشنو كيشوف بعينيه يعني في الحواس الجوارح ديالو بغيناه يكون سليم هادشي اللي بغيناه